قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن دراما شهر رمضان تناولت بطولات الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة وكل القطاعات التي تصدت للإرهاب. قدم الرئيس التحية لأسر الشهداء والمصابين على ما قدموه من تضحيات. اللي احنا بنشوفه النهاردة برضو ده بيؤكد عطاء شعبنا، عطاء الشعب المصري. واسمحوا لي اقول لكم ان احنا خلال الشهر الكريم ده كانت الدراما بتتناول قضايا كثيرة جدا مرت علينا كلنا. وهنا يعني مش هيفوتني وما افتكرش هيفوت اي مسؤول في مصر انه يقدم التحية والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين اللي هم زي ما كنا بنقول دايما قبل كده، ويمكن ما كانش واصل يعني تماما للناس ان اللي تلقى النار والرصاص والعبوات الناسفة والمتفجرات هم ابناء مصر من الجيش والشرطة، تلقوه بالنيابة عن أو بدلا من إن ما يتلقاه شعب مصر. أنا بسجله دلوقتي ليه؟ مش هقول عشان ما ننساش، ما افتكرش إن احنا هننسى الفترة الصعبة ديت، ولكن أتصور إن الدراما اللي اتقدمت واللي لازم تقدم أكتر من كده واتكلمت في أحداث كتيرة حصلت بعد يمكن ما نكون احنا تجاوزناها بشكل كبير وفكرتنا بأيام صعبة مرت علينا، ومرت علينا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بفضل تضحيات المصريين. ما مرتش إلا بتضحياتكم أنتم، تضحيات شعب مصر، كل أسرة قدمت شهيد في أي قطاع من قطاعات الدولة، الجيش، الشرطة، القضاء، المساجد، الكنائس، كل ده أتصور إن ده كان مشاركة أو تمن تم تسديده لمكافحة الإرهاب اللي إحنا كنا قلنا في افتكروا في 2013 مش كده؟ في يوم 24/7 وقلنا إن في إرهاب محتمل. أنا عايز أقول، أنا بذكر ده دلوقتي ليه؟ لأن إحنا لما قلنا كلمة إرهاب محتمل كان يمكن كتير من المصريين بيقولوا إرهاب إيه؟ هو في حاجة؟ هو هيحصل حاجة؟ لا، الدولة بيبقى ليها رؤية، الدولة والمسؤولين، وفي دراسات بتتعمل وفي تقديرات مواقف بتتعمل بتبقى شايفة وتستشرف المستقبل، وبالتالي كانت شايفة أن هيبقى في تحدي هيقابلنا وقابلنا بالفعل. معنا هاتفيا الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. كان هناك افتتاحات للرئيس السيسي اليوم في المجرى الملاحي لقناة السويس وعدة مشروعات تم افتتاحها، وأيضا عدة تصريحات خرجت على لسان الرئيس من ضمنها ما قاله عن الدراما المصرية خاصة في شهر رمضان، الدراما التي تناولت البطولات والتضحيات للشهداء المصريين من القوات المسلحة والشرطة. هناك يعني مسلسل الاختيار على سبيل المثال، يعني الرئيس قال أنه يجب أن نكثر من هذه الأعمال اللي بتعرف الشعب المصري طبعا على ما تم من بطولات وحجم هذه البطولات لشهدائنا الأبرار. كيف ترى أنت يعني هذا التوجه للدراما المصرية في رمضان؟ هو الحقيقة احنا دلوقتي للسنة الثانية على التوالي الدراما بتقدم عملية توثيقية للبطولات اللي حصلت على مدار السبع سنين اللي فاتت. دايما احنا كشعب بنسمع ان في مثلا حصل تفجير في المكان الفلاني، حصل مش عارف ايه في المكان الفلاني، لكن ايه سببه؟ مين عمله؟ وعمله ازاي؟ مين تصدى ليه؟ مين راح شهيد عشان الباقي يعيش؟ مين؟ هنا البطولات دي مهمة الدراما بقى. ليه؟ لأن الدراما بتعمل عملية توثيقية لما حدث من أحداث على الأرض، وبتقدمها للمشاهد البسيط، رجل الشارع العادي جدا، بتقول له والله شوف أبطالك عملوا إيه، وشوف الناس الأشرار عملوا إيه، وهكذا. من هنا أقدر أقول إن الاختيار واحد والاختيار اثنين بالإضافة لبعض الأعمال الأخرى أزكت الروح الوطنية عند الشباب كمان، خلت الناس هي تحب، يعني
تخيل لما تلاقي اطفال عمرهم 5-6 سنين من ابناء الشهداء او غير ابناء الشهداء وتيجي تكلمهم تقول له انت لما تكبر عايز تطلع ايه؟ يقول لك عايز اطلع ضابط. منين؟ ولما تساله كمان هو بيتفرج على ايه؟ يقول لك بتفرج على الاختيار. ما هو الاختيار سواء السنه اللي فاتت او السنه دي كمان اقدر اقول ان هو اعلى نسبه مشاهده موجوده. ليه بقى يا استاذ احمد من وجهه نظرك؟ سبب بسيط، احنا يعني طبعا خلال ال7 سنين اللي فاتوا او اكثر شويه عانينا من الارهاب، بس عانينا ازاي؟ انت كانسان ساكن في اي مكان هتلاقي حصل قريب منك تفجير، اتقفل الشارع وانت ماشي، مش عارف عديت بعد شويه، يعني انت كنت جزء من هذا المكان، جزء من هذه الاحداث. انت شايفها صوت وصوره، دايما لما كنا بنعمل اعمال زي رأفت هجان وجمعة الشوان كان بيبقى عدى عليها 20-30 سنة، فالجيل اللي حضرها ما كانش موجود او على الاقل كبر. لكن دلوقتي احنا بنتكلم اللي عنده 20 سنة النهارده بقى عنده 27، يعني لسه في نفس الايه المرحلة. غير ان في بعض العمليات حصلت من 2 أو 1.5 سنة، يعني ما فيش لسه قريب. من هنا بتقدر تقول ان المشاهد اصبح جزء لا يتجزأ من هذا العمل، لان هو بيمس بشكل مباشر وعاش احداثه ان لم يكن ليه قريب او ليه صاحب او ليه اي حاجه او عربيته حصل فيها مشاكل من التفجيرات او اتقفل عليه الطريق في يوم من الايام. من هنا اصبح المشاهد جزء اساسي من هذه العمليه. بالاضافه ان احنا شفنا السنه دي كمان، وده يحسب للاختيار الاثنين، الجانب الاجتماعي بالنسبه للضابط. صحيح، احنا واخدين ان الضابط هو في شغله بيعمل شغله، طب الحياه الاجتماعيه بيعيش ازاي؟ ويلات الارهاب بيتعامل مع امه ازاي اللي خايفه عليه؟ تقول لها انا رايح فين؟ ما هي برضه انسانه بشر. ما هو ده العمل الدرامي، يعني او هذا هو الفرق بين العمل الدرامي يمكن والعمل التسجيلي، انه هناك نسيج درامي بيغلف كل هذه الاحداث الحقيقيه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد سعد الدين الناقد الفني على هذه المداخله.